ازيكم؟ النهارده هتكلم عن لدغة حرف القاف. لدغة حرف القاف الأول، بس الفيديو اللي أنا نزلته بتاع لدغة حرف الكاف كان كذا حد سأل هو إيه الخافض ده؟ هو ده الخافض، تمام، بنجيبه من عند الصيدلية اللي هو اسمه خافض اللسان، تمام. لدغة حرف القاف مبدئيا صوت القاف زي صوت حرف الكاف، بمعنى الأول الطفل اللي ألدغ في حرف القاف بيبدله بإحدى الأصوات الأمامية الت أو الدال أو الطه، الت أو الدال أو الطه، وبيختلف طبعا الإبدال إن هو يبدل حرف القاف بحرف تاني على حسب الطفل. يعني مثلا كلمة زي طقية بينطقها طضية، تمام، كلمة زي قلم بينطقها طلم، تمام، كلمة زي طاقم بينطقها طاطم، تمام، كلمة زي قلب بينطقها طلب، تمام. حرف القاف. يبقى القاف الطفل اللي ألدغ في حرف القاف بيبدله بإحدى الأصوات الأمامية سواء الدال أو الت أو الطه، تمام. طيب الأول لازم نعرف إن القاف من الأصوات الخلفية زي الكاف، يبقى القاف من الأصوات الخلفية زي حرف الكاف، وبيخرج من نفس الموضع اللي هو مؤخرة اللسان مع سقف الحلق، اللي احنا زي ما اتفقنا اللسان بيبقى شبه الكوبري كده شوية، تمام. لكن الفرق الوحيد ان صوت القاف مفخم وصوت الكاف مرقق. الفرق بين القاف والكاف في النطق ان صوت القاف مفخم وصوت الكاف مرقق، تمام. طيب كيفية تصحيح حرف القاف نفس طريقة تصحيح حرف الكاف. يعني هنقوم بوضع القاف ده، اهو انا جبته النهاردة عشان الناس تشوف، على طرف اللسان اهو اهو ها تمام. وبعد كده عشان ترتفع مؤخرة اللسان تخبط في سقف الحلق زي ما اتفقنا، وبيرتفع تجويف الفم لأعلى قليلا ليأخذ وضع التفخيم، اهو قا قا قا، تمام. تاني قا قا قاف، تمام. طيب كما يجب أن نعلم إذا تم تصحيح صوت الكاف سيخرج صوت القاف بسهولة. يعني لو أنا صلحت حرف الكاف حرف القاف هيخرج بسهولة جدا. وسوف نفرق للطفل بين التفخيم والترقيق من خلال النطق بقوة أثناء نطق القاف. يعني أنا هنطق مثلا كلمة قلم، تمام، لو هنطق بقى حاجة بالكاف كلب، شايفين الكاف إزاي والقاف إزاي، قلم قلم، شايفين شكل البق قلم كده، بفرق له بين صوت القاف صوت الكاف بقى مثلا كلب، تمام، الصوت بيبقى ايه مرقق شوية. طيب كمان خطوات التصحيح، اول حاجة قلنا هننطق اول حاجة هننطقها الصوت صوت القاف، هنقولها تاني قا، طبعا احنا قلنا بننطق الصوت بالفتح وبالكسر وبالضم، هنقولها قا كو قي قا قا كو قي، تمام. المقاطع الصوتية قلنا بالحركات قا قا كو كو قي قي، تمام، قا قو قو قا، تمام، قي قو، ماشي. دي المقاطع الصوتية. كمان هننطق كلمات تبدأ بصوت حرف القاف، قام، شايفين شكل البق بيبقى في القاف مفخم شوية، قاف، تمام، قال، قلم، قلب، قلب، تمام، قارب، قالب، تمام. نطق كلمات بها حرف القاف في النص، مقاس، مقلب، مقالب، شقة، تمام، حقيبة، حقل، عقل، شايفين ده حرف القاف في النص. بعد كده هننطق كلمات بها حرف القاف في الاخر زي حق حق، تمام، ما قلتش ايه حك دي كده بالكاف، لكن بالقاف بقى حق. طيب عاق، تمام، ما قلتش ايه عاك كده بالكاف، واخدين بالكم الفرق، ده مرقق خالص وده بالقاف بفخمها، ساق، تمام، سوق، خالق، تمام، أخلاق. أنا بوضح حرف القاف إزاي.
طيب بعد كده بننطق جملة فيها حرف القاف، يبقى احنا قلنا بننطق مخرج حرف القاف بالفتح وبالكسر وبالضم، بعد كده قلنا بننطق كلمات حرف القاف في أول الكلمة وحرف القاف في نص الكلمة وحرف القاف في آخر الكلمة، بعد كده بننطق جملة فيها حرف القاف زي معايا قلم، قلب، قلب صغير، تمام؟ ما قلتش ايه؟ كلب. واخدين بالكم الكاف ازاي والقاف ازاي؟ بعد كده هندرب الطفل على نطق كلمات بها قاف والاصوات اللي بيبدلها، بمعنى زي طبق، تمام؟ هو بينطق، كان ممكن يبدل القاف بطه، كان ممكن يقولها ايه؟ طبط، طبط. احنا هنخليه يقولها ايه؟ طبق. شايفين القاف ازاي؟ طيب طاقية، طاقية، هو كان ممكن يبدل القاف بطه، هنقول ايه؟ قاتيل، قاتيل. هنقول كمان طاقم، تمام؟ هنقول دقيق، تمام؟ قاديم، قاديم. طيب هندرب الطفل على نطق حرف القاف في الكلام العادي. ممكن لو انا مثلا ما عنديش جمل بحرف القاف، ممكن مثلا صورة زي قل اعوذ برب الفلق، تمام؟ فيها حرف القاف كتير، نشوف الصور من القرآن او كلام من القرآن يكون فيه حرف القاف كتير، او قصص بحرف القاف، قصص بحرف القاف، تمام؟ ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، لدغة حرف القاف. اتفقنا ان هي زي حرف الكاف من الاصوات الخلفية، بتخرج من نفس الموضع، الفرق ان الكاف مرققة والقاف مفخمة. ده خافض اللسان اللي اتفقنا عليه، اللي كان كذا حد سأل هو ده ايه خافض شكله عامل ازاي، هو ده خافض اللسان، بنجيبه من الصيدلية، تمام؟ ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. ان شاء الله باقي الفيديوهات هنتكلم عن حرف الجيم، وهنتكلم عن حرف الفاء، كل الحروف اللي الناس طلبتها، اللي عنده اي طفل عنده مشكلة في اي حرف هنتكلم فيه في فيديوهات تانية بإذن الله. كمان اخر حاجة، التدريب لازم يكون قدام مراية زي ما اتفقنا قبل كده. نتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي، مع السلامة.